من هم مردة الجن الطيارين؟ أسرع مخلوقات في الأرض. مردة الجن هم أحد أقوى مخلوقات الله وأسرعها. فالجن الطيارين متميزين بأجنحة عظيمة تجعلهم قادرين على أن يطوفوا على الأرض كلها في لمح البصر. ويتميز مردة الجن بأحجامهم الضخمة التي تصل للعديد من الأمتار، ويعتبرون هم الأضخم في عالم الجن والأسرع. وأغلب الجن الطيارين ينتمون لقبائل النار والتراب، ولأن الجن الطيارين يستطيعون اختراق السماء، فقد كلف الله عز وجل الملائكة والشهب بحراسة السماء ومنعهم الخروج من الأرض، لأنهم يسترقون السمع وينقلون الأخبار للسحرة وملوك الجن، وقد تصل أعمار هذا النوع من الجن إلى 1000 سنة.